لم يعد الاختفاء مجرد موضوع من الخيال، فقد طورت العديد من الشركات حول العالم بعض التقنيات لجعلها حقيقة واقعية. يستخدم البعض مزيجاً من الكاميرات والشاشات الرقمية لإخفاء الأشياء الثابتة، بينما يقدم البعض الآخر نهجاً أكثر تعقيداً من نوع عباءة الاختفاء. ولكن أيهما يعمل بشكل أفضل؟ وماذا سيفعل عالمنا بهذه القدرة القوية؟ هذه ماذا لو؟ وهذا ما سيحدث لو كان بإمكانك الاختفاء. بمجرد إتقانها، سيتم استخدام تقنيات الاختفاء أولاً للتطبيقات العسكرية. ولكن ماذا سيحدث عندما تشق طريقها أخيراً إلى الجمهور؟ لن تكون متأكداً بنسبة 100% من أنك لم تتم مراقبتك أو متابعتك، إلا إذا كان لديك عباءة اختفاء خاصة بك. وفي هذه الحالة ربما يمكنك فعل أي شيء تريده دون أن يتم اكتشافك. ماذا سيحدث للنسيج الأخلاقي للمجتمع إذا كان الناس قادرين على التصرف بناء على دوافعهم دون أي عواقب؟ كانت الرغبة في أن تكون غير مرئي عنصرا أساسيا في الثقافة الغربية منذ آلاف السنين، بدءا من جمهورية أفلاطون وحتى الخيال العلمي الحديث. ولكن ماذا تقول هذه الرغبة في أن تصبح غير مرئي عنا؟ ما هو موضوع الاختفاء الذي نطوق جميعا للاستفادة منه؟ حسنا، دعونا نلقي نظرة على كيفية جعله حقيقة واقعية بعد كل هذه السنوات. من أجل فهم ما يمكن أن يجعل الشيء غير مرئي، يجب علينا أولا أن نلف رؤوسنا حول ما جعله مرئيا في المقام الأول. فعندما ترى شيئا ما، فإن ما تراه حقا هو تفسير عقلك للضوء الذي يرتد عنه. لذلك من أجل جعل شيء غير مرئي، كل ما عليك فعله هو تعطيل هذه العملية. تتضمن إحدى الطرق الواعدة للقيام بذلك شيئا يسمى المواد الخارقة، وهي مواد من صنع الإنسان يمكنها التأثير على الضوء بطريقة لا تستطيع المواد الطبيعية القيام بها. إذا كنت ستلف شيئا بهذه المواد، فيمكنها التقاط الضوء القادم من اتجاه واحد وسنه حول الكائن، مما يعطيه مظهرا أنه غير موجود على الإطلاق. في الوقت الحالي تم اختبار هذه التقنية فقط على أشياء صغيرة، ولكن شركة واحدة تدعى هايبرستلس تدعي أنها وسعت ذلك ليشمل الزي العسكري الكامل الذي لا يزيل فقط بصماتك البصرية والحرارية، ولكنه أيضا يزيل ظله، إذا كانت هذه الإدعاءات صحيحة وكان الاختفاء قريبا جدا. فماذا سنفعل به؟ هناك العديد من الفرص لمساعدة العالم بهذه القدرة. يمكنك أن تصبح بطلا خارقا من نوع ما، أو أن تكون لك اليد العليا على المجرمين، أو يمكنك التسلل إلى أماكن مغلقة للكشف عن أسرار الحكومات والشركات الفاسدة. لكن هذه ليست الأفكار الأولى التي تتبادر إلى أذهان معظم الناس عندما تقدم لهم احتمال الاختفاء. بدلا من ذلك يفكر معظم الناس في أشياء غير أخلاقية، مثل إخافة الناس أو التجسس على من يعجبهم أو سرقة الأشياء. لذا ربما يكون من الجيد أن القدرة على الاختفاء لا تزال بعيدة المنال.